من جديد لملعب غزير للقاء فريق الحكمة واليو بي اي باللقاء الثالث. قلت لكم رح نعلن عن شيء مهم اليوم بمباراة كرة السلة إلى جانب رئيس اتحاد التنس أستاذ سمير صليبة. مساء الخير. في اسالك اي احلى معبي. التنس ولا الباسكتبول؟ التنس ولا الباسكتبول لعبتين كثير مختلفين عن بعض. ان الباسكتبول عم نشوف هون حماس، عم نشوف جمهور، عم نشوف لعيبه، بس التنس باخر فتره كمان كثير عم تتطور عندكم عالميا كثير عليها حسني. وعندنا بلبنان كثير ضاغطين على الشباب الصغار طبعا اللي عم يعملوا نتائج فعلا شيء بيبيض الوجه. ان شاء الله يكملوا هيك. عندنا مسابقه كثير كبير بالتنس. كيف تحضيراتكم للموسم الجديد خاصه بعد ما يعني اعلنت الشراكه، رح نعلنها هلا كمان بشكل رسمي، بين اتحاد التنس ال بي سي وشركه بروديوس؟ اليوم ما في ولا اي رياضه فيها تمشي وفيها تتظاهر وفيها تخلي ابطال يطلعوا اذا ما في تلفزيون، اذا ما في اعلام حدا. واليوم هالشراكه اللي ان شاء الله بلشت تبين نتائجها راح تتصور راح تخلي اللعبه توصل لغير مستوى بلبنان. شو محضرين لهالموسم يعني؟ شو في شيء السنه على المستوى بلبنان؟ هون عندنا اكثر من كذا دوره دوليه، بنبلش بعد بكره بدوره للاتحاد الاسيوي تحت ال 14 سنه، دوره كثير مهمه لتخلي هاللاعبين تبعنا الصغار يشتركوا مع ابطال، فعلا ابطال من كل اسيا، ويفرجوا شو المستوى تبعهم ويتحصلوا مثل عندهم خبره كثير كبيره. عندنا اهم ايفنت هو باول جون اللي هو الفيوتشر، نخلي حتى اللاعبين تبعنا ونعطيهم كمان فرصه ياخذوا نقط على مع الاتحاد الدولي، وهيدي شغله كثير مهمه للاعبين تبعنا وللبنان. انا بدي اشكرك يعني، اكيد عنا رح يكون لقاءات لاحقه طويله مع اتحاد التنس، وقريبا بنشوفكم بشكل مباشر بالتنس على الهواء. ميرسي غياس، يعطيك الف عافيه. ثانك يو.